طيب حضرتك اتكلمت عن الفيزر ومش هنتكلم شفوي، هنروح على طول نشوف الفيديو حضرتك تعلقين عليه، لان جهاز مهم جدا، وحتى لو موجود في مراكز كتير في ناس كتير مش عارفه تستخدمه. لا هو الحقيقه طيب الفيزر مش منتشر زي ما حضرتك متخيله، لان هو جهاز غالي. مش ثمنه مش قليل، لكن زي ما حضرتك شايفه هو بس طفره في ناس بتتكلم عنه ممكن ما يكونش عندهم. مش يعني. عايز تقول انت اوكي يا اتمنى. دكتور، هنشوف الفيزر دلوقتي. طبعا احنا شايفين ده الجهاز. ده زي ما حضرتك شايفه بنسميه فيزر لايبو سيليكشن. ليه سيليكشن؟ لان هو بيختار الخلايا الدهنيه من غير ما يعمل اي دامج او تروما لبقيه الانسجه، وبالتالي بيحافظ على الكولاجين، يبقى بيحافظ على نضاره الجلد، يبقى بيحافظ على مرونه الجلد. بص الحركه اللي بيعملها الجلد، بص الجلد بينزل يلزق على العضله، ده ايدينا فوق الجلد، والابره بتاعه الفيزر داخله من خرم 2 مللي ماشيه تحت الجلد. الدهون اللي طالعه زي ما حضرتك شايفه بتبقى صفراء، معناها انها خاليه من كرات الدم الحمراء، مقارنه بالوضع القديم اللي كان تلاقي النص التحتاني من اللي احنا شافطينه بيبقى مدمم او فيه نسبه من كرات الدم الحمراء. بص الحركه اللي بتحصل بتاع الجلد وهو بينزل على العضله، الحركه دي مميزه جدا، مفيش جهاز في العالم ممكن يعمل القوه دي في شد الجلد. قبل الفيزر كنا بنقول الليزر يشفط كويس قوي، لكن الجلد لازم هيترهل، يا اما المريض يبقى قنوع بان هو حجم البطن او الفخذين او المنطقه اللي بنشفطها نزل وموضوع الجلد ده مش فارق معاه قوي، او ناس كتير كانت تقول لا لازم اشد الجلد، وكان الحل الوحيد عندنا هو الشد الجراحي. بعد الفيزر اصبح 80% من المرضى اللي ما زال الجلد فيه درجه من المرونه ودرجه معقوله تسمح لنا ان احنا نعمل بالفيزر وياخد نتيجه 100%، 80% من المرضى دول ما بيحتاجش يعمل على الاطلاق اي اجراء جراحي، بياخد نتيجه، واحنا بنقول لهم من قبل العمليه، مش بنقول لهم هنشوف بعد الشفط، احنا بنقول لهم من الاول انت من النوع اللي الفيزر بالنسبه لك يديك نتيجه 100%، وهتطلع ببطن مثاليه او الارداف او الفخذين او اي منطقه هنشفطها نتيجه مثاليه، ولا لا هتطلع بنتيجه بالفيزر مثلا 80%، وساعتها نشوف قناعه المريض. 80% شد دي نتيجه هائله برضو، مش قليله خالص بالفيزر للناس اللي هم اتاخروا شويه وحملت مره واثنين وثلاثه وجات مره واحده عايزه فكرت انها تشد، بيبقى الجلد فقد نسبه من المرونه، بنقول الفيزر ساعتها يدي 80%. طب حلو قوي 80%. 80% بدون جراحه ما زال طبعا النتيجه قويه جدا.